اللي بتسمعه ده اكيد وانت كنت عضو وسابق في لجنه الحكام، هل كان سيستم العمل داخل لجان الحكام كانت بتسير بنفس الاطار ده؟ تسمح الاول ارحب بمحمد. اتفضل. طبعا ارحب بيك يا محمد وسعيد ربنا انك يخليك. انت موجود النهارده. خليني بس اقول نقطه مهمه جدا في حق محمد، ان محمد اشتغل لكابتن محمد وعنده ايجابيات في شغله. يعني انا هتكلم في جزء خاص بدوري المحترفين اللي هو اعتقد هو وحمد القاضي طلعوا لنا 36 حكم صفاره اداروا دوري المحترفين بدون اخطاء او اخطاء قليله، و44 حكم مساعد. يحسب لمحمد فاروق وحمد القاضي ان هم عملوا يعني مجازفه والدوري نجح. دي نقطه ايجابيه خاصه بشغل محمد فاروق. هروح للقصه. محمد اتكلم على الامكانيات وما توفرتش. انا بختلف مع محمد في حاجه مهمه جدا، واحنا اتفقنا انا كرئيس لجنه حكام ان انا اتناقشت مع محمد اكتر من مره. محمد لو انت عندك طلبات من اتحاد الكره عشان يبقى شغلك ناجح، من فضلك حط طلباتك، طلبات ما توفرتش قدم استقالتك وامشي. ده الصح يا كابتن محمد. تمام. بدليل يعني النهارده اتحاد الكره وفر كل اللي طلبه محمد فاروق للجنه الحاليه برئاسه الكابتن ياسر عبد، وده لغز. بالظبط. محمد فاروق طلب كل الكابتن، اول محمد فاروق معاه ثلاث اعضاء يا كابتن، طلب كمان ثلاث اعضاء زي ما هو بيقول. قالوا لا مش هيسمح، ما عندناش امكانيه ان احنا نعين حكام. طب عاوز معسكرات؟ ما فيش معسكرات. طب عاوز السيموليتر اشتغل بيه؟ ما فيش. محمد كان المفروض انت ساعتها تقدم استقالتك وتمشي وتخرج من الباب الكبير. ده رايي يا كابتن محمد باختصار. تمام. هل تعاملت بعاطفه ولا المشكله كانت فين في ظل انك بقالك 5 سنين في اللجنه وما بين فتره كلاتنبرج وبيريرا وبعد كده حصل دخول فرد جديد على اللجنه؟ هل المراحل دي شايفها مختلفه تماما عن اخر 4 شهور؟ طبعا. ازاي بقى؟ طبعا مختلفه كتير جدا، لان انت اولا هرجع للبدايه برضو تشكيل لجنتك. لازم انا اجيب الكابتن محمد، اجيب الكابتن ناصر، يبقى في اصلا في كيمياء بيننا وبين بعض، في تفاهم. لكن اصلا ده ما اتحققش. وبعدين ده معسكرات، ده انا يعني الحمد لله علاقتي بالدكتور اشرف صبحي، عملت معسكرات في ابو قير وقدرت اعمل معسكرين الدوري الممتاز ده بعد ما جينا من الامارات بالعلاقات الشخصيه. ما فيش واحد فكر يكلمنا طب هتعملوا معسكرات ولا لا. يعني اللي وفر المعسكرات وزير الشباب والرياضه مش اتحاد الكره؟ الدكتور اشرف صبحي طبعا، وانا كلمته الراجل مشكورا، كلم ابو قير ووفروا لنا المعسكرات. ومحدش سال. عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا في الامارات، الفندق بتاعنا وفندق مجلس اداره الاتحاد الموجودين فيه 5 دقايق بالظبط، مفيش حد فكر حتى يجي يطمن على الحكام.